نشوف اللفة اللي بعديها. ده الموضوع شكله كبير، عندي لفة. متخافش يا حسن. بس كده حلو قوي. السؤال رقم 4 واتسأل قبل كده، يعني ده بقى لغم. هنضطر نروح لسؤال لغم تاني 6. لا انت مستقصدني بقى. لا خالص، انت اللي بتلف. بس ده هتجاوب عليه دلوقتي. هتقوله ولا اقوله؟ قولي او اقوله عادي. طب اتفضل. اشتغلت فيلمين مع ياسمين عبد العزيز، ليه ما كررتوش التجربه تاني؟ هل صحيح حصل خلافات؟ انا اشتغلت مع ياسمين فيلمين، وفيلمين بحبهم جدا. انا من الناس اللي ما بطلعش كتير، فدايما ما بطلعش ارد خالص بنسبه كبيره يعني، فدايما بتلاقي في شائعات بتيجي، يا اما في عمل انا بعمله او علاقتي بحد من زمايلي وكده. لكن علاقتي باسمين كويسه جدا، وكنت بطمن عليها في يعني في ظروفها الأخيرة، وهي برضو كانت كلمتني وكلمت إيمي عزتها، فعلاقتنا كويسة يعني. هتشتغل معاها تاني؟ ما فيش أي خلاف خالص بيني وبين ياسمين يعني، لو في ورق حلو يعجبنا احنا الاثنين طبعا أعمل نشتغل مع بعض. طب مين اللي مش ممكن تشتغل معاه خالص؟ في، بس مش هينفعش أقول الاسم. ليه؟ لا مش حاجه، بس ممكن في يعني، انا بحب كل الناس اللي موجوده، بس ممكن في ناس ما احبش قوي ان انا اشتغل معاهم. ف ادي لك خيارات؟ لا مش هينفع اقول. بس اكون صريح قلت لك فيه. وانا بحترم صراحتك. طب راجل ولا ست؟ ما هو انا لو قلت ناس تفهم غلط، هي ست بس عشان عارف هيجي بقى ناس تقول ان في بس خلاص احنا مش عايزين اكتر من كده. هي ست والناس كلها فهمت خلاص، ونشوف اللفه اللي بعديها يا حسن. والله العظيم انا